على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي أكبر جريمة حدثت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يقول البعض أن ما جرى في البدايات وإلى الآن كان صحيحا، فمن صعد أصعده الله ومن نزل أنزله الله، وأن كل ما حدث ولا يزال يحدث هو أمر طبيعي مرضي عند الله. ولكن الحقائق على الأرض تقول غير ذلك. هنالك فساد عريض حدث ولا تزال آثاره في واقعنا الفعلي، ولربما في المستقبل أيضا تأخذ بتلابيب المسلمين والمؤمنين في كل مكان. إن الله أكمل بنبوة رسول الله نبوءات الأنبياء السابقين، وأكمل برسالته رسالات الأنبياء السابقين. هذا الدين كامل بنص القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان من المفترض أن هذا الدين يؤدي إلى تقدم البشرية وسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الشعار الذي رفعه في مكة منذ البدايات: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. وحينما نتحدث عن قوله ملوكا، فليس المقصود أنكم ستكونون طغاة تحكمون الناس وتتحكمون في مصائرهم، إنما أنتم حملة مشاعل الحضارة في العالم، أنتم السباقون في بناء المدنيات، أنتم الذين تعيشون الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة معا. لأن هذا الدين ليس فقط دين الآخرة، وإن كان المقصود هو حياتنا في الآخرة باعتبار أن هذه الحياة الدنيا هي مقدمة لها، ولكن حتى في المقدمة ربنا يعلمنا أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل أن الغرض الذي من أجله أرسل الله نبيه الأكرم لتكملة الرسالات والنبوءات، هل هذا الغرض تحقق؟ هل فعلا تاريخنا نظيف؟ هل أولئك الذين حكموا باسم هذا الدين وباسم شريعة سيد المرسلين كانوا عدولا مع الناس؟ هل كان الناس السعداء في ظل أولئك الذين جاءوا باسم رسول الله حكموا مثلا في عهد بني أمية وقد طال حكمهم، وفي عهد بني العباس، وفي عهد بني عثمان، وفي هذا العصر الذي نعيشه أيضا؟ هل كان الناس حقيقة يعيشون السعادة ويشعرون بالرفاهية وبالحرية؟ هل كانت دنياهم عامرة ومن ثم آخرتهم أيضا عامرة؟ هل كانوا مرضيين من قبل الله عز وجل؟ أم أن الأمر كان مختلف بحسب القيم والمثل والمبادئ التي جاء بها الأنبياء؟
فليس كل من صعد فهو عند الله صاعد، وكل من نزل فعند الله نازل. وليس الواقع الذي يفعله الناس هو صحيح إذا لم يكن قائما على تلك القيم والمثل التي أقام الله الكون عليها. ربنا أقام السماوات والأرض على الحق، فإذا لم يكن الحق في مكان ما، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، هو الأساس الذي يحكم حياة الناس، فإنه مخالف لبناء الكون على الحق. ربنا السماوات والأرض أقامها على الحق، أقامها على العدل، أقامها على الإيمان، على الصدق، على الصفاء، على الأخلاق. هل هذه كانت هكذا بالنسبة إلى ماضينا؟ وماذا بالنسبة إلى الآن؟ يعني سؤال، إذا أن رجلا كان يسوق سيارته في طريق ثم اكتشف أنه خطأ، فهل إذا زاد من سرعته يكون على الطريق الصحيح؟ لا، لابد أن يلتف ويلتفت ويرجع ويتراجع حتى يصحح الخطأ. أي صير واحد رايح في طريق خطأ ويمشي، أو تعبير آخر، إذا كانت هنالك خارطة بيد السائق لمدينة معينة وهو يسوق سيارته في مدينة أخرى، الخريطة اللي بيده مال القاهرة، بس مشتبه ماخذ هاي الخريطة مالت القاهرة في اسطنبول وده يسوق السيارة مالته، هل يصل وهو يسوق سيارته على هذه الخارطة؟ هل ينفعه أن يزيد من سرعته؟ هل ينفعه إذا كان 24 ساعة يسوق السيارة؟ يعني إذا كان صامدا في سياقته، إذا كان صابرا في سياقته، إذا كان ثابتا في عمله، هل ينفعه ذلك؟ الخارطة غلط، أو أن أحدا يريد أن يبني بيت لكن المهندس اشتبه من الدرج، طلع فريق خريطة قال له هذا إلك، الخريطة كان راسمة لمصنع، فإذا البنائين كانوا مخلصين والعمال كانوا أشداء وفعلا طبقوا هذه الخريطة، هذا يحصل لبيت؟ هذه الخريطة مو لبيت، هذه الخريطة مال مصنع، هذا بالغلط يبني، يعني هدفه شيء والشيء اللي دي يعمله شيء آخر مختلف تماما. إذا كانت الخارطة التي بأيدينا لا تؤدي إلى الجنة، هذا مو طريق الجنة، فكل ما نسعي كل ما نبذل من جهد ما راح نوصل للجنة. الطريق اللي دي تمشي فيه لازم يكون شيئين، هدفك صحيح وطريقك إلى الهدف صحيح، وإلا إذا كنت تقصد مكة لكنك تسوق سيارتك في طريق طاشقند ما راح توصل إلى مكة، الطريق اللي تمشي فيه غلط. الآن أنت مخلص، نيتك جيدة وصمودك جيد وسيارتك فيها بنزين وده تسرع، كل هاي الأشياء صحيح، بس ما راح توصل إلى مكة لأن هذا الطريق مال طاشقند، هذا الطريق مو إلى مكة. الخارطة اللي تعمل بيها خارطة الطريق يجب أن تكون خارطة صحيحة، إذا الخارطة غلط ما توصل إلى ما أبغى اللي تريده، حتى لو هدفك زين، هدفك أنه توصل للجنة، لكن هاي الخارطة مو خارطة رب العالمين، رب العالمين مو هاي الخارطة أرسلها إلى نبيه. هنالك خطأ وخطيئة حدثت، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الخطيئة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن أهل بيت النبي أقصوا من مواقع التوجيه للأمة، أقصوا. هسه ما نتكلم عن أنهم قتلوهم ذبحوهم، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، شنو سووا في كربلاء، شنو سووا بالإمام علي سلام الله عليه، كيف ضغطوا عليهم، كيف هددوهم، يعني عزيزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة سلام الله عليها تهدد بالقتل، يعني بكرة إذا أنت دخلت في بيتك وزوجتك قالت، فرد واحد مجهول مو واحد رئيس دولة
مو حاكم، مو الجيش بيده، واحد مجهول متصل بأهلك مهددها بالقتل، شو اللي يصير بحالك؟ شو اللي تشعر به؟ فاطمة الزهراء تهدد بالقتل، ثم يحدث محاولة القتل من وراء الباب والعصر والمسمار وإسقاط الجنين. أنت تعرف إسقاط الجنين قد يؤدي إلى الموت، وقد أدى فعلا إلى موت فاطمة. يعني هذه مو خطيئة حدثت؟ الآن قد تنكر كل هذه الحوادث ما يرتبط بأشخاصهم، يعني تقول الإمام علي ما قتل، شو نقط؟ الإمام علي قتل ما في شك، قتل في أقدس بقعة وهو المسجد، وفي أقدس مكان من المسجد في المحراب، وفي أفضل ليلة، ليلة القدر، وفي أفضل زمان وهو في شهر رمضان، وفي أفضل حالة وهو في حالة الصيام، وفي حالة الصلاة، وفي حالة السجدة. يعني أكو أكثر من هذا؟ أفضل شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمجمع عليه بين الأمة. يعني بالنسبة لعلي بن أبي طالب ما عليك ببعض الخوارج اللي الآن أيضا مبطلين من رأيهم، لكن ما في شك أن علي بن أبي طالب مجمع عليه. الآن واحد يقول وصي رسول الله في العلم بس مو بالخلافة، واحد يقول وصي رسول الله في العلم وفي الخلافة وفي كل شيء، بس على كل حال على الأقل خليفة رابع، الخلفاء الراشدين يوم اللي يذكروهم الإمام علي جزء من عندهم، فمجمعين على أنه من الصالحين، مجمعين على أنه يدخل الجنة. يوم اللي ناقش الإمام علي سلام الله عليه مع الزبير في معركة الجمل، قال الزبير أنا من المبشرين بالجنة، أكو فرد رواية مشكوك فيها قطعا ويقينا، واللي مخلي هذه الرواية مدخل نفسه ومنهم، هذول 10 مبشرين بالجنة. قال له أنا واحد من المبشرين بالجنة، فقال الإمام عدهم منهم، ذكر واحد 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 من جمل الإمام علي، ذكر الإمام علي. الإمام علي قال له بعض هؤلاء الذين ذكرتهم في لجات الجحيم، بس ما علينا، أنت اعترفت أنا من أهل الجنة، أنا ما أعترف لك أنت من أهل الجنة، فلازم تتبعني. ما في شك عند جميع أبناء الأمة أن علي من أهل الجنة. خلي يجيني واحد بس خلي يدعي، خلي تصير عنده جرأة أن يقول أن علي ليس من أهل الجنة، خلي يصير عنده جرأة. ممكن في قلوبهم في من هم ينصبون العداء لأهل البيت، بس ما عنده الجرأة، لأن يدري ماكو مسلم يوافق عليه. زين ما قتلوا عليا، لكن أقصوا عليا، أقصوا أهل البيت. تعرف شو الخسائر التي خسرتها الأمة بإقصاء أهل البيت سلام الله عليهم؟ أنا ما أريد أدين أحدا، لكن عندي دعوة، أيها المسلمون أعيدوا النظر فيما أنتم فيه، اكتشفوا من جديد أهل بيت نبيكم. تغمض عينك وتروح وراء أي واحد مشى قدامك، هذا عيب الله ما يمشي. تغمض عينك أي واحد ركب على الكرسي تعتبره مقدس، وما قاله وما فعله. أحيانا تشوف يستشهدون في أحكام شرعية بعمل مروان بن الحكم، الوزغ بن الوزغ، بأعمال معاوية بن أبي سفيان، بأعمال يزيد بن معاوية. عمي والله هاي الخارطة ما توصلكم للجنة، هاي مو خارطة الجنة، أن تتبع الأولياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خطاب للمؤمنين، تعتبر نفسك من المؤمنين؟ تعال طبق هاي الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما يكفي أن تكون مؤمن، لازم الطريق الذي تمشي فيه طريق صح إلى الهدف اللي تريده، وهو رضا الله عز وجل والدخول إلى الجنة. لازم هاي الخارطة اللي دا تعمل بيها هي خارطة صحيحة للمدينة اللي أنت دا تشتغل فيها، مو خارطة مدينة ثانية جايبها تريد تطبقها في مدينة أخرى. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ تعالوا نروح نشوف التاريخ. أما في واحد صعد فوق إذن صار مقدس، هذا حكم إذن أمير المؤمنين، حتى لو كان يزيد بن معاوية مثل ما اليوم تسمع. طبعا يوم اللي يقول لك يزيد بن معاوية أمير للمؤمنين، واللي يتكلم عليه واللي يلعنه خارج من الدين كما يقولون،
لأن هذا المنهج مالهم هو منهج يزيد بن معاوية. الولد يطبقون منهج يزيد اللي ما يقدر يشوف واحد من أهل البيت حتى ولو كان الحسين بن علي بن أبي طالب اللي بإجماع المسلمين قال فيها رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا اليزيد اللي لازم يتبع الحسين يقتل الحسين، مع ذلك هذا أمير المؤمنين. يعني القدسية للكرسي، القدسية للكرسي مو للحق. بس الله بان الحق الكون وباني السماوات والأرض على الحق مو على الكرسي. وإلا نمرود أيضا كان حاكما، فرعون أيضا كان حاكما. على مر التاريخ كان الحكام على أغلبهم كانوا ظلمة وطغاة. إذن ربنا لماذا يقول بالنسبة إلى الإيمان والتوحيد يجيب في كلمتين يكفرون بالطاغوت أول شيء بعدين يؤمنون بالله؟ أول شيء لازم كفر بالطاغوت. ليش لازم نكفر بالطاغوت؟ ما دام الطاغوت حاكم إذن الحق وياه. وبعدين الحق وياه قضية تاريخ ما نريد نعيده وما نقدر نعيده. لا أحد منا يقول تعالوا نعيد التاريخ من جديد ومن ثم نغير ونبدل. لا، الكلام حول أنه حينما لا نأخذ معالم ديننا من النبي ومن أهل بيت النبي فنحن في طريق خطأ، ده نخسر. هذه خطيئة حدثت في التاريخ، وقد خسر كثيرون أهل البيت، ولا يزال هنالك كثيرون يخسرون أهل البيت. إخواني، لو واحد عنده كنز في بيته لكن ما يدري عنده كنز، أو قالوا له هنا كنز بس بعد الشاك، ما حفر الأرض حتى يطلع هذا الكنز. إذا كان فقير يبقى فقير، ما ينفعه وجود الكنز المخفي عنه. إذا كان معدم يبقى معدم، وهذا حدث في الخليج أيام اللي كان يعيش الناس في منطقة الخليج يعيشون الفقر والحرمان والتخلف بكل أنواعه وأشكاله، مع أنهم كانوا ينامون على بحيرات من النفط الذهب الأسود. نفط كان موجود، ما كانوا يعرفون في نفط، أو يوم اللي عرفوا مو هم اللي استخرجوا هذا النفط، لكن يوم اللي استخرجه الآخرون وسرقوا ما سرقوا وأعطوا بعض المبالغ لهؤلاء، الرفاهية جاءت عندهم وضعهم صار زين. بس يوم اللي ما مكتشف الإنسان الكنز يعيش الفقر، يعيش الحرمان. هناك كنز في هذه الأمة، كنوز في هذه الأمة. في حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي كنز الله. هذا الكنز أنتم ضيعين، هذا الكنز أنتم ما رايحين عليه. هسه ماخذ بالغلط معاوية مكان علي، قال أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قالوا علي ومعاوية. أو يقول لك إن الله أتمن على سره ثلاث، جبرائيل وأنا ومعاوية. الله، يعني هذا المثلث شلون تقدر ترتبه في معركة بدر؟ ما أدري. في معركة الأحزاب؟ ما أدري. في معركة أحد؟ ما أدري. جبرائيل في السماوات، النبي في جبهة، أبو سفيان وابن معاوية في جبهة مضادة للنبي جايين يقتلون النبي ويقتلعون الإسلام من جذور أيضا في جبهة، والله مأتمن جبرائيل والنبي ومعاوية. تدري بعض الأوقات الكذب مو بعض الأوقات، دائما يقول حبل الكذب قصير، لا، الحقيقة حبل الكذب طويل يلتف حول الكذاب حتى يخنقه، لكن ما تقدر تلزقه، كل ما تلزق بالسقف ينزل. هسه واحد يجي ياخذ معاوية مكان علي بن أبي طالب، شنو راح يخسر؟ اللي يخسره علم علي، تقوى علي، عدالة علي، نموذج علي. علي حامل لواء النبي في الدنيا، علي حامل لواء النبي يوم القيامة، علي قسيم الجنة والنار، لا يجوز أحد الصراط إلا من بيده صك من علي. كل هذا راح يخسره. لا نريد لأحد الخسارة، نحن نريد الهداية لجميع الناس. ومن ثم نقول خسرتم أهل بيت نبيكم. ومن كان في حياة النبي هم كان من أهل البيت هم كان من الصحابة، دائما يخلونا إحنا كأنه ضد الصحابة. لا والله، إحنا مو ضد الصحابة، إحنا مع أبي ذر، إحنا مع سلمان، إحنا مع المقداد، إحنا مع الصالحين من أصحاب النبي الذين قتلوا في معركة أحد، بدر، وفي بقية المعارك. هؤلاء كلهم أصحاب صالحون صادقون، نزورهم نسلم عليهم.
وأما فيما يرتبط يوم اللي صار خلاف ما بين الصحابة وأهل البيت، إحنا صرنا بين أحد أمرين، إما أن نسمع لرسول الله أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الله الله في أهل بيتي والكلمات قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى، يأتي أحدهم يقول قرباي أم قرباك يا رسول الله، قال بل قرباي. لطيف، شوف يوم اللي فد واحد ما يدور على الحق لوين يروح، حتى اللغة العربية يلغيها، لغة عربية هذه خمم الجزر الواقوى. لا أسألكم عليه أجرا، أجر جابوا للنبي، نزل جبرائيل قال متى أخذ أجر على الرسالة إلا المودة في القربى، يقول قرباي إيه يعني أجر النبي أنه كل واحد يبوس مرته، يبوس مرته يصير أجر النبي للرسالة النبي. قال قرباي أم قرباك، قال بل قرباي، أجر تريد تعطي إلي فتروح على مرتك وعلى جهالك، مودة في القربى، مودة في القربى. المهم حينما رأينا أنفسنا بين أمرين، إما أن نختار بعض الصحابة الذين وضعوا أنفسهم في مقابل أهل بيت النبي، أو أن نختار أهل بيت النبي، اختارنا أهل بيت النبي، ما خسرنا الصحابة أيضا، ما خسرنا. نحن اليوم أيضا نحتاج إلى علي أكثر من أمس، نحتاج إلى الحسن، إلى الحسين، إلى فاطمة، إلى أئمة أهل البيت، إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، اليوم نحن نحتاج إليهم أكثر من السابق، لأن الخلافة وصل إلى حد السيف، وكما قال زهير بن القين نحن وأنتم على أمة واحدة فإذا وقع بيننا السيف كنا أمة وكنتم أمة. يا جماعة إحنا نريد الوصول إلى الجنة، خلينا نسأل من أم طريق الجنة وين؟ نسأل من النبي طريق الجنة وين؟ شوفوا الروايات الموجودة في حق علي، شوفوا مثلها موجود في بقية، أنا أقول لك فيه في روايات ينقلها الآخرون في مدح بعض الصحابة فيه، لكن المجمع عليه أولا هو علي. الأمر الثاني ما في كلمات مثل كلمات النبي في حق علي، علي بمنزلة رأسي من بدني، هذا فيه؟ هل النبي قال هذه الكلمة في حق أحد من الصحابة؟ تدري منزلة رأسي من بدني يعني شنو؟ يعني إذا الرأس ما موجود البدن ما له قيمة، الأصل هو الرأس، فإذا أنت ما تقبل بعلي ما قبلت بالنبي. يا علي ما آمن بي من كفر بك، ذكر علي عبادة، حب علي عبادة. يا علي لولا أن خاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك يستشفون به، إلا أخذوا من تراب عليك ولكن حسبك أنك مني وأنا منك. يوم اللي النبي يقول للإمام علي أنت مني وأنا منك، تقدر تجي تفصل بيناتهم بثلاثة خلفاء، ده يقول مني ومنك، حسبك أنك مني وأنا منك، أنا وعلي شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى. الشجرة تقدر تقسمها قسمين وتخلي بيناتهم خشب تبقى هاي شجر، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيراني. أكو هالشكل حديث في حق أحد من الصحابة؟ جيب لي عمي، والله احنا نبحث عن الحقيقة، احنا مو قضية قرابة مع أهل بيت النبي، إيمان وإيمان صادق ونخسر الدنيا على هذا الإيمان، احنا نربح ماذا نربح؟ احنا نخسر، نخسر يعني الخسارة مع أهل البيت ربح والربح مع غيرهم خسارة، بمعنى أنه الدنيا ماذا نربح؟ ما رايحين وراء أهل البيت لأنه واحد يدفع لنا مال أو يدفع لنا سلطة، أبدا، نذبح على كلمة علي، على اسم علي نذبح. في عهد الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي هذا الرجل يوم من الأيام ده يمشي بالطريق شاف له واحد قال له اسمك شنو؟ هذا خاف يقول اسمي شنو؟ قال إن أهلي ظلموني فسموني عليا. قال إيه والله ظلموك، اسم علي ممنوع، اسم علي بس واحد اسمه علي،
وهو العلي العظيم بالقرآن موجود، يقول صدق الله العظيم، ليكون اسم علي الله يقول صدق الله العظيم، خذون علي العظيم بالقرآن أكو علي العظيم، والمقصود الله مقصود علي ابن أبي طالب. لكن حتى هاي الكلمة مين يريد يجيبها؟ قلت لكم فردين يجيب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، ليش هذا الآلة تحذفه؟ لطيف الواحد سمعته يجيب هاي الكلمة، يقول أن النبي قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فإذا صل قال وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي. قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتقلت لم متعود عليها، علي لا يجيبه، اسم علي ممنوع. زين الآن هؤلاء ده نخسر، إحنا نخسر دنيا ونربح آخرة وإحنا راضين مرضين. الحمد لله الذي جعلهم لنا أئمة وجعلنا لهم أتباعا، نطلب من رب العالمين نكون وياهم بالدنيا وبالآخرة. حينما نتحدث عن أهل البيت نحن نتحدث عن كنوز لا تزال عند بعض الناس مجهولة، ولأن هذه الكنوز مجهولة فلا يستفيدون منها ويعيشون الفقر ويعيشون الجهل ويعيشون التخلف ويمارسون الظلم والطغيان باسم الدين، باسم الدين يمارسون الظلم والطغيان. شنو اللي يريد من عندنا الأئمة؟ حقيقة لو أنهم قاموا اليوم وكنا معاصرين لهم وذهبنا إلى أي واحد منهم، ذهبنا إلى الإمام علي وهذه ليلة مقتله سلام الله عليه، ذهبنا إليه يا أمير المؤمنين ما الذي تريد من أتباعك أن يكون؟ شوفوا شو اللي يطلب من عندنا، شو اللي طلب من الآخرين؟ في الدرجة الأولى يقول خلي عينكم على الآخرة، ترى هذه الدنيا مهما كانت تخلص، لما أخلي عيني على الآخرة بعد المصلحة ما تبعدني عن النبي وأهل بيت النبي. المصالح الدنيوية والملذات والشهوات التي هي موجودة في هذه الدنيا ما تمنعني عن ملذات الآخرة وملذات الجنة وشهوات الجنة، هذه ما تمنعني، عيني على الآخرة مو معناه ما يكون عندي بيت ولا عندي زوجة ولا عندي سيارة، لا لا لا، هذا ما له ربط بالموضوع، هذه حاجاتنا الأولية ولازم تكون عندنا، ورب العالمين طالبنا بها وأعطانا، أعطانا هاي الأرض خلاها لكم حتى نعملها. الإمام علي سلام الله عليه يمشي عادة في أزقة الكوفة وفي أي مكان كان أو المدينة، ينصح هذا يساعد هذا رئيس دولة، لكن رئيس دولة يقدم نموذج أن رئيس الدولة أولا حرص ما عنده، مع أنه كان مهدد بالقتل، كان يعيش حالة حرب أهلية، ثلاث حروب أهلية خاضها الإمام علي، مع ذلك ما عنده حراس، بس مو حاكم وحاكم، لا موجه، لا ده ينصح الناس يريد أنهم الخير. يقول الحسن البصري، يقول كنت جالسا بالبصرة وأنا غلام أتطهر للصلاة، بالبصرة قاعد أتوضأ للصلاة، إذ مر بي رجل راكب بغلة شهباء معتم بعمامة سوداء، فقال يا حسن أحسن وضوءك. شرف الواحد ولد بعد حدث أفرض 14 سنة 13 سنة عمره ده يتوضأ، قال يا حسن أحسن وضوءك يحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، أما علمت أن الصلاة مكيال وميزان؟ صلاة مو مكياز وميزان، إذن اهتم بوضوءك. تدري إلى الآن في بعض الناس قضية الوضوء قضية الصلاة ما مهتمين بها، أما قضية ارتبط المال لا هو مهتم دقيق، أما الصلاة يصليها شلون ما كان. يقول فأسرعت في طهوري وأقفيت أثره، سألت عنه، قالوا هذا أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب، أنا ركضت وراء، فقال ألك حاجة؟ تفضل. بس رؤساء الدول تقدر تشوفهم؟ إيه نعم بالتلفزيون. ركض وراء أمير المؤمنين حاكم على 50 دولة، والإمام يقول ألك حاجة؟ قلت نعم، تفيدني كلاما ينفعني في الدنيا والآخرة. هذا الكلام مو فقط للحسن البصري، أيضا إلنا ولبقية الناس. قال يا غلام إنه من صدق الله نجا، كن صادق يا الله. بعض الوقات شباب يسألوني في النصيحة سريعة، أقول كن صادق مع الله ومع النفس ومع الناس. بعض الأفراد يركب كلاوة على رأس نفسه، كذب على روحه،
ويكذب على الناس ويكذب على الله، يعيش الكذب. قال يا غلام إنه من صدق الله نجا، ومن أشفق من ذنبه أمن الرجا. اللي خايف من ذنوبه واقعا عندك خوف من ذنب عملته أو لا، تمر على ذنوبك برا الكرام خل سوينا بعد، لا لازم تخاف من ذنبك. ومن زهد في هذه الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله غدا. ما أجمل كلمات الإمام علي، بس الجانب الفني والجانب الأدبي والبلاغي شوف جث لطيف حلو. من صدق الله نجا، من أشفق من ذنبه أمن الردى، ومن زهد في هذه الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله غدا. قال ثم قال الإمام يا غلام ألا أزيدك؟ قلت بلى. قال إن سرك أن تلقى الله غدا وهو عنك راض فكن في هذه الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا، وعليك بالصدق في جميع أمورك تنجو مع الناجين غدا. علي شيري من عندنا يقول امشي وراي، كلام اللي أقوله اعمل بي، عمل اللي أسويه انت ملتزم بي. أخلاق مثلا، الآن تقول احنا يا ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما، دائما هذه الكلمة نكررها. ترى انت الآن تقدر تكون مع الإمام علي، ما يحتاج التاريخ ينشال بينك وبينه وترجع 1400 سنة اللي ورا وتشوف الإمام علي. الآن تقدر تمشي مع الإمام علي، تعال اقرأ من جديد. هذه الدعوة ليست فقط للأعداء إنما للأصدقاء أيضا. تعالوا نقرأ الأئمة من جديد، تعالوا نتعرف على الإمام علي من جديد وعلى الإمام الحسين من جديد، ونتبعهم في هذه الحياة في مختلف أمورهم. أخلاقيات الإمام علي شكد كان ملتزم بالأخلاق، بس جانب العدالة وجانب الحكومة هذا كلام مفصل يحتاج إلى كتب كثيرة، محاضرات كثيرة، ربما 100 محاضرة متكفي للحديث عن عدالة الإمام علي. لكن خليني أتكلم عن الشيء اللي ربط بينا يوميا وهو قضية الأخلاق، مو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن شنو فائدة أن تكون عندنا صلاة وصيام وحاج بس الأخلاق نخليه من المستحبات أو من المباحات؟ يعني كأنك إذا تبرعت بقضية أخلاقية زين تحصل أجر ثواب، لكن إذا خالفت القضايا الأخلاقية والمفردات الأخلاقية ما كانت عندك مو مهم. مو هالشكل، ترى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ده يبين الهدف الرئيسي والأساسي حتى من العبادات. لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يصير واحد يجمع بين صلاته وبين الزنا، بين الصلاة وبين أكل مال الحرام، بين الصلاة وبين الظلم، حتى لو هذا الظلم ظلم زوجة، ظلم ولد، ظلم جار، ظلم بمستوى صغير كبير. الله يرحم شعب زار الكعبي كان يقول بوقة وبصلة. أكو بلد واحد مثل هارون الرشيد يبوك خلافة، خلافة رأس الدولة عظيمة، انطر حيثما جئت يخاطب السحاب فإن خراجك عندي. واحد يبوك بصلة، كلاهما سارق، كلاهما عند الله سارق، بس هذا يسرق بصلة على بصلة يخالف الله ويتجرع عليه. لا تنظر إلى المعصية، حجم المعصية، انظر إلى من تعصي. زين مفردات الأخلاقية مو مهم حجمها، يعني واحد يخالف مفردة أخلاقية في قضية صغيرة أو قضية كبيرة هي مخالفة، مخالفة المفردة الأخلاقية. شوف الأئمة والإمام علي بالذات والحديث عنه كيف كانوا ملتزمين بمفردات أخلاقية، وهي ربما تكون عند بعض الناس مو هالقد مهمة. حياء، مفردة الحياء، واحد يستهين إن الله حيي يحب الحياء. عندنا روايات في بعض القضايا الله يستحي من شيبة عبده المؤمن، الله يستحي إذا فرد واحد صلى على النبي وآله وطلب حاجة ثم صلى على النبي وآله، يعني جعل حاجته بين صلاتين على النبي وآله، الله يستحي أن يستجيب للدعاء الأول والدعاء الأخير وهذا اللي بالنص ما يستجيب إليه. الله يستحي، الله حيي،
الله غيور، الله عنده صفات يريد من عندنا ان نتخلق باخلاق الله. هذا الحياه اللي احيانا نشوف هذا الحياه ما موجود. العفه، احنا عاده نعتبر العفه للنساء، ترى العفه في الرجال اكثر مطلوب من النساء، العفاف مطلوب من الرجال. رب العالمين يقول قل للمؤمنين، اول شيء يقول المؤمنين لازم يغضون ابصارهم، بعدين المؤمنات. زين حياه الامام علي لازم احنا نقلد فيه وفي بقيه المفردات الاخلاقيه. شوف وين الامام علي التزم بهذه المفرده، حينما في معركه صفين اللي طالت 18 شهر سنه ونصف تقريبا وقتل فيها اكثر من 100,000 من الطرفين في معركه صفين، كانت حوادث يوميه تقع، قضايا مسائل بالنتيجة مو معركة حاسمة صارت وما انتهت إلى الحسم، مع أنه كان يمكن تصل إلى الحسم، لكن مع الأسف البعض تراجع في اللحظة الأخيرة وهددوا الإمام علي بالقتل إذا لم يطلب ويدعو مالك الأشتر اللي كان على وشك الانتصار. مع الأسف وهي الحالة ترى هم تقع في بعض البلاد، يعني لازم نأخذ إحنا عبرة، نأخذ عبرة لا نخدع. تشوف بعض الثورات توصل إلى قريب الانتصار بعض الناس يضعفون يطالبون بالتراجع. عمي هذه هي قضية الحدث اللي وقع في عهد الإمام علي في معركة صفين. على كل حال من الأشياء التي وقعت أن الإمام علي مرة جاء وصعد على فرسه، مو قاعد على الفرس، وقف نادى يا معاوية على ما يقتتل الناس، أنت تقول أنا أحق بالخلافة وأنا بايعني المسلمين، ما بايعني الذين بايعوا أبي بكر وعمر وغيرهم. على كل حال اختلاف بيني وبين على ما يقتتل الناس، تفضل اطلع علي، إذا أنت قتلتني أخذ الخلاف لك، إذا أنا قتلتك أنا أخذ الخلاف. هي مو قضية شخصية طبعا، للعلم مو قضية شخصية ولا عند الإمام علي قضية شخصية، لكن على ما يقتتل الناس. معاوية قاعد سمع الكلام، عمرو بن القعاص قال لي أخرج، قال أطمعت فيها؟ تدري علي ما يقاتل واحد إنما نقاتله بجمعنا، قال أطمعت فيها بالخلافة؟ تدري إذا رحت الإمام علي، الإمام علي هو عنده فرد كلمة هدد واحد بي اللي كان مأذي زوجته، قال إذا ما ترجعها لضربتك بهذا السيف الذي ما ضربت به أحدا إلا وسقيت الأرض من دمه. ماكو الإمام علي واجه واحد وذاك انتصر على الإمام علي، ويوم اللي قتلوه قتلوه غيلة في حالة الصلاة. مهم، قال أطمعت فيها؟ قال ما في شيء، اطلع اطلع معاوية، قال إذا عندك رجولة أنت اطلع. قلت ليش تطلع؟ وقع بيه، قال اطلع خير. طلع يواجه الإمام علي، الإمام علي سلام الله عليه بادل وياه، أنا أقول تمازح وياه بضربتين، وقع من على الفرس على الأرض، شال سيف بالفقار. يوم اللي شاف بريق سيف علي شاف نيران جهنم، هذا السيف لو نزل عليه خلص لا دنيا ولا آخرة، فكشف عن عورته. زين الإمام علي نزل السيف عليه وعلى عورته وعلى جلده، لكن علي حي، علي حي يلتزم بمفردة الحياة في هذه الحالة الحرجة. ولو كان قد قتله ربما المعارك ومستقبل الأمة كانت مختلفة، لأنه كان هذا الرجل كان حيال من صغره، كان حيال هو ينقل حيلته. يقول يوم من الأيام أبويا قاعد في المسجد الحرام ويا صناديد قريش، كفار قريش هذول الكبار المتكبرين، أمي ضربتني، أنا شوية انتظرت حتى صرت محصور، رحت قعدت بحضن أبوي برد برد. يوم اللي بوني تاتا قاعد يضربني، لا تضربني، أمي قالت روح بوني بحضن أبوك، فأبوي أجرك الظلام تكبري، طاع أبوي ضرب. من يوم اللي هو صغير عندها الحيل، واتفق مع معاوية أنه يعطيه 100,000 دينار ويعطيه ملك مصر وما أدري إيش، ويوم اللي دخل عليه قال أغليت الثمن، بس من عندك مشورة؟ قال وأنا في ذلك مغبون لأنني بعت آخرتي بدنيا، فد واحد نزل مثلك بدنيا غيري. هسه هذا اللي جاي على الدنيا شاف تحت رحمة سيف ذي الفقار،
فكشف عن عورته، فكشح الإمام بوجهه عنه، هو شرع تراح اجا. ترى ذول الزعماء انت ما عليك قلوبهم شتى، هالطغاة انت تشوف كأنه واحدة كلمة عندهم كذا، واحدة امر على الثاني في داخله. لما اجا قال لها ها صار طلعت عورتك قدام الناس، قال له شنو اتفكر يعني اتظن انه يوم اللي انا هالشكل سويت هل ان السماء ستقطر دما يعني فتشي راح يصير؟ قال لا ما تقطر دما، لكن ستعقبك خزيا الى الان. هذا الخزي تشلب بعمر بن العاص وجماعه عمر بن العاص وجماعه معاويه في التاريخ، عورته يكشفها. جماعه علموا بسر بن أرطاة هذا من الطغاة، هذا اللي كان يرسله معاوية، أرسله إلى الأنبار، أرسله إلى مناطق مختلفة. هذا اللي كان في الحقيقة ما عنده خطوط حمر، أكو بعض الطغاة تشوفهم يعني لا يرقب في الله إلا ولا ذمة. هذا مرة واحدة الإمام علي كان جاي متلثم متلثم، طلع واحد من أصحاب معاوية، هذا قال هل من مبارز؟ فخرج واحد من أصحاب الإمام علي فقتله، يعني اللي من أصحاب الإمام علي قتل فرماه على الأرض. هل من مبارز؟ واحد ثاني طلع هم قتله ورماه على الأرض، هذا في بداية المعارك. الثالث أيضا طلع هم قتله. الإمام علي خرج متلثم بعد أن قتل ثلاثة أو أربعة، شاف أن الوهن ده يصير عند أصحابه، بعضهم قام يرجع لورا، شاف أيوة واحد يروح يما يقتل. الإمام علي قتل الأول، هل من بوارز؟ الثاني قتل، الثالث هل بوارز؟ رماه. قال السن بالسن والجروح قصاص، لولا أنكم خرجتم إحنا ما نريد نقتلكم، بس أنتم المعتدين. المهم وصلنا أطاط، أحيانا الإمام علي كان يلبس يتلثم لأن كان يشردون من عنده. أيضا هذا شاف واحد متلثم ده يجي ده يقاتل، إجا قدامه، إجا قدام الإمام علي بوخزة سيف طيحها من على الفرس. عرف هاي ضربة علي، هاي مو ضربة واحد ثاني، بس عنده خطة. الحمد لله ذول اللي في مقابل أهل البيت خططهم جاهزة، يبدو ما يلبسون شروة ما يلبسون سروة. هذا هم يوم اللي شاف هذا المتلثم علي هم رفع ثوبه، فكشح الإمام علي بوجهه يعني. يوم الإمام علي يلتزم بمفردة الحياء في هذه الظروف، أنا وأنت مو واجب علينا نلتزم بمفردة الحياء في كل أمورنا. يوم اللي الإمام علي سلام الله عليه يلتزم بالشجاعة، يلتزم بالكرم، يجي فرد واحد يقول يا علي أشكوك ثلاثة علل، علة الفقر وعلة الجهل وعلة النفس، أنا مريض وجاهل وفقير. قال أما علة النفس فتذهب إلى الطبيب، روح عند الطبيب. وأما علة الجهل فتذهب إلى العالم، وأما علة الفقر فتذهب إلى الكريم. قال جئت عند العالم والطبيب والكريم، أنت جاي عندك. قال أعطوه 3000، 3000 دينار ذاك اليوم تبني لك كم بيت، تشتري لك كم فرس، تتزوج 4 نسوان، 1000 دينار شيء بسيط. قال هذا ألف تصرف على علة النفس، وألف علة الجهل روح أتعلم، وألف على علة الفقر مالتك. كريم كان يغني من يعطي، يجي واحد يطلب من عنده حاجة يقول لي يا قمر أعطيه 1000، يقول له 1000 دينار لو 1000 درهم، هو أي فرق بين 1000 دينار و 1000 درهم؟ قال كلاهما عندي حجر، بالنسبة لي الذهب حجر والفضة حجر، كلاهما معدن من القعر طلعوا من الأرض، كلاهما عندي حجر أعطيه أنفعهما له، يأخذ لي أنفع يعني أعطيه دينار. بيت المال يقسمه وما يأخذ من عنده شيء حتى النفس والعياله، وبعدين يكنس بيده ويصلي ركعتين. إذا كان الإمام علي وإمامنا كريم، هل يجوز أن نكون نحن بخلاء ونعتبره ولينا وإمامنا وقدوتنا؟ لا ما يصير. يخسر أولئك الذين لا يتبعون هؤلاء في دنياهم ويخسرون آخرتهم. ربنا يقول هل يستوي الأعمى والبصير يستوون، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلى اللهم على محمد.